وربطنا على قلوبهم. كان الله ربط على قلبك تاني ما بتخاف من زول ولا بترجف ولا بتنكسر للبشر ولا بتمشي للفكايا ولا بتمشي للدجالين يزلوا في الناس. يا أخي يا أخي الرسول بيردف في الحمار، الرسول بيردف معاذ رضي الله عنه في الحمار، وديل ما يخلوك تقعد معاهم في العنقريب ده دين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اجي الأعرابي يجر من الثوب بتاعه أنس يقول له حتى أثر الثوب في عنقه صلى الله عليه وسلم. ده يقول لك ما تقعد جنبه، تجي خاشع عليه وانت منكسر، لابس عمة تقلعه، لابس نعلاتك تقلعه، تجي بارك ليه يا أخي؟ انت شنو وصل؟ انت شنو ذاته ليه؟ وشيخ طريقة يعطوا طريقة ليه؟ الطريقة المحمدية طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه الكتاب والسنة ما كان عليه الصحابة؟ ليه خلوه يمشوا يسووا قادرية؟ ليه أفضل عبد القادر الجيلاني ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه ساوي طريقة براك؟ ليه تبقى تجانية تابع للتجاني أفضل ياتو؟ ليه تبقى شاذلية وبرهانية وتسعينية وما بعرف إيه؟ ليه؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ودي عداوتنا والله الذي رفع السماء البدين كف عافي الله لوجه الله، البطعن في عرضنا عافي الله لوجه الله، أشال قروشنا بالحسنة بالرجال عافي الله لوجه الله، البطعن في الدين ده نسمع بيه نقف جو حلقه ما نخلي كله كله. ليه يا أخي؟ ودي عداوتنا معاك ظاهرة في الدنيا لأنك انت عبد وما راضي تكون عبد لله، راضي تكون عبد للبشر. والله قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ ده العباد لله الله يختار تجعلون أولياء من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، بخلي الله ومشي ليلة ولي، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكله يا أخو ما بأكلوه، ده الغفة كلها، ده الفك الغفة كت الغفة، تجيب له 40-50 جنيه يديك عصيدة راس مالها 3 جنيه حامضة ما بتتبلع إلا بموية صحة، عصيدة حامضة ولا دي فيها بركة، دي فيها بركة والجدادة فيها شنو؟ دي فيها بركة عصيدتك الحامضة دي، وتأكل في الدراويش في الدغماء وانت تاكل جوا في الشيا في العتان، وديت العتان وين؟ التان وخرفان وبلاوي يا اخ، بلد دي والله اكلوا فيها اكل نسأل الله العافية.